في زمن الانتظار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تسرع بنا الأيام في هذا الزمان كأنها دقائق وثوان، والأحداث والأخبار تتوالى علينا من كل مكان، ظلم وقهر وفقر ومشاكل للإنسان وترك للدين وانتشار للمنكرات وعبادة للشيطان وقليل من العباد العاملين في طاعة الرحمن. فما هو دورنا لإحياء الدين والقرآن بعد أن صار كل شيء يشترى بالدرهم والدينار ومديح اللسان؟ هنا لدينا لخدمة صاحب الأمر والزمان، منقذ البشرية من الغواية والظلم والعدوان، منهج يمكن أن يكون مصدراً للإلهام والإيمان، إرشاداً وتوجيهاً وطريقاً لمن يريد أن يكون ممهداً وسنداً لمهدي آخر الزمان. لقد مهد الأنبياء والأوصياء وأعلنوا ودعوا لمخلص ومنقذ يأتي في آخر الزمان ينشر العدل والإحسان ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً. وكل الرسالات السماوية ذكرت أممها بتلك الدولة التي تكون في آخر مراحل الحياة على الكرة الأرضية قبل يوم القيامة، وسيكون يوم تلك الدولة يوماً مديداً تنعم فيه البشرية بظل منقذها. ومنذ أن خلق الله عز وجل الإنسان منذ آلاف السنين جعل له حرية الاختيار لمنهج حياته بعد أن عرفه طريق الخير والشر من خلال العقل السليم وبمساعدة وتوجيه من الأنبياء والأولياء. ورغم ذلك كله جرى ما جرى من أحداث تدل على ضعف الإنسان في أكثر الأحيان أمام المغريات الدنيوية، فقليل من العباد الشكور المطيع للنعم الإلهية. ولقد جربت البشرية أنواع الحكم الوضعي ولكن بلا فائدة كاملة، فكل الأنظمة لم تستطع أن تسعد الإنسان وتضع له المنهج المثالي للحياة. لقد كان للأنبياء والأولياء الدور الأكبر في إيصال المنهج الرباني المتكامل للبشر، فعانوا ما عانوه من ظلم وقهر، ولكنهم نجحوا على مر الزمان في إيجاد طريق للسائرين الطالبين للمنهج السليم لسعادة العباد، وتطور ذلك الإيمان بالمنهج الرباني إلى زماننا الحاضر، حيث وجد المؤمنون السبيل الممهد لدولة آخر الزمان، أمل البشرية الحق لحكم الأرض. وعندما يتحدث القرآن الكريم والكتب السماوية والأنبياء عن ذلك الأمل، فإنهم يشيرون جميعاً إلى تطبيق كامل طموحات وأمنيات الرسل والأوصياء، وإلى الاستجابة الإلهية لدعواتهم عبر آلاف السنين. لقد حاولت كل الأنظمة الوضعية وبكل الوسائل أن تضع قوانين ومناهج للحكم وإدارة شؤون الحياة على الأرض، ولكن وبسبب الأهواء والبعد عن منهج الأنبياء ازداد الوضع سوءا وفسد كل شيء في الأرض حتى الهواء والماء. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وفي زماننا الحاضر بلغ الجانب العلمي درجة متقدمة، وبلغت الحجة فيه عموم الأرض. فما هو دورنا لكي نكون لبنة في بناء الدولة الفاضلة المرتقبة التي هي الثمرة الناضجة لكل التضحيات التي قدمها عباد الرحمن العاملون على مر العصور والأزمان؟ أولاً،
دور وكلاء الإمام المهدي عليه السلام من المرجعيات. ثانياً، دور العلماء والمفكرين وخطباء المنبر والمبلغين والمبلغات. ثالثاً، دور الجمعيات الخيرية والمؤسسات. رابعاً، دور مراكز البحوث والدراسات. خامساً، دور مؤسسات النشر والمطابع والمكتبات. سادساً، دور المساجد والحسينيات والحوزات والهيئات. سابعاً، دور القيمين في المشاهد المشرفة والمزارات. ثامناً، دور القيمين على إحياء الشعائر الدينية والمناسبات. تاسعاً، دور الآباء والأمهات والإخوان والأخوات. عاشراً، دور أصحاب المواهب والطاقات. 11، دور الشعائر والقبائل والعائلات. 12، دور التجار والأغنياء وأصحاب الثروات. 13، دور القيمين على الأوقاف والوصايا والأراضي والساحات. 14، دور أصحاب الهمة في إيجاد المسببات. 15، دور الإعلاميين والفضائيات. دور كل إنسان أياً كان في زمان الانتظار لصاحب العصر والزمان. كل الأمم والأديان تؤمن بظهور منقذ في آخر الزمان لينقذ الإنسان من الظلم وينشر العدل والإحسان ليسود الأمان ويعم السلام. وإن اختلفت الآراء في صفات هذا المنقذ العظيم وإلى أي ملة ينتمي ونسب يرتقي، إذن فكل من آمن من البشر عليه أن يسعى ويتمنى أن يكون سبباً في التمهيد للظهور المبارك لذلك المصلح الذي اتفق الجميع على أنه سيكون منقذاً وهادياً للبشر ومتمماً للرسالات الإلهية على الكرة الأرضية. والانتظار حالة بناء للنفوس من خلال ممارسة برنامج تربوي وسلوكي فاضل لتستعد وتتهيأ للأحداث المستقبلية المتوقعة، لأن حقيقة الانتظار تخص مصيرنا وتخص دنيانا وآخرتنا. الانتظار هو بناء النفس لترقى إلى الكمال، وليس الانتظار هو التلبث فحسب دون أن يكون هناك مزولة لبناء النفس وجهادها وكمالها ورشدها. ومنها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ومن لفظة أعمال نفهم وبوضوح أن الانتظار هو عمل وليس شيئا آخر. يقول أحد العلماء: إن جميع المؤمنين يعيشون حالة الشوق الشديد في الالتقاء، ولكن الشوق وحده لا يحقق هذا الهدف، بل لابد أن يقترن بالعمل الصادق والسلوك الصالح. وإن التقدم منا إلى الله سبحانه وتعالى خطوة في سلوكنا تقربنا إلى رؤية تلك الشمس المنيرة للخطوات. ويقول أحد مراجع الدين: لئلا تكون غيبة الإمام عليه السلام سبباً لغيبة الأمة وضياعها، ينبغي أن يكون الاعتقاد في الإمام المهدي باعثاً على العمل للأحكام وسبباً للتغيير والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتمسك بالنهج الرسالي الذي خطه أئمتنا عليهم السلام. ويقول آخر: إن الطقوس العبادية كدعاء الندبة ودعاء التوسل والصلوات الخاصة وغيرها هي معايشة مع الإمام المهدي عليه السلام، فيما إذا كان الممارس لها عنده الاستعداد الكافي للدخول في حزب الإمام عليه السلام ويكون من جنده إذا ظهر، فتكون تلك الطقوس من السبل المحمودة التي تقرب المؤمن إلى إمامه ويكون سعيداً بقربه إليه ويحس باقتراب ظهوره
لأنها أي هذه الطقوس تحدث حالة روحانية شفافة عنده. وأكد أحد مراجعنا العظام على الاهتمام بالجانب النفسي قائلا: لا شك أن إقامة دولة الحق على أنقاض نظم الفساد والجور، وإقامة صرح العدل على أنقاض قصور الجور والطغيان، يتوقف على الإعداد النفسي. فلو حصلت تلك الدولة من دون الإعداد النفسي الكامل وإصلاح العقول التي شوشت وانحرفت عن نهج التفكير السليم، وأصبحت ترى في كثير من الأحيان الباطل حقا والحق باطلا، فلا بد من إصلاح الأنفس بزرع حب الدين وحب العدل والإنصاف وكره الظلم والفساد وإعداد النفوس لتقبل الحق. المعطيات الإيجابية لقضية الانتظار: أولا، التمحيص والاختبار والغربلة الكاملة والشاملة للبشرية، بحيث لا يبقى إلا المخلص منهم ليلتحق بدولة الإمام عليه السلام. ثانيا، بروز معسكرين متضادين لا ثالث لهما، هما معسكر الحق ومعسكر الباطل. ثالثا، ظهور الطاقات الكامنة وعلى كافة المستويات. رابعا، قناعة البشرية بعدم قدرة الأنظمة الوضعية على تحقيق الحق والعدل الإلهي الشامل. خامسا، الاستعداد التام للبشرية لاستقبال المنقذ وتهيئة جيل خاص مؤمن به. سادسا، تجديد البيعة والعهد للإمام المهدي عليه السلام في كل مكان وزمان. الانتظار هو حالة ترقب لنبأ عظيم له الأثر في نظام العالم، وهو بحد ذاته من المعطيات الإيجابية، فإن فيه جمع كلمة المؤمنين وشد أواصرهم وجعلهم مستعدين لاستقبال قائد عظيم ينقذ الإنسانية. شروط الانتظار: أولاً، ترسيخ معرفة الإمام المهدي عليه السلام والإيمان بإمامته، ومعرفة طبيعة دوره التاريخي ودور المؤمنين اتجاهه، وكذلك الإيمان بأن ظهوره المبارك محتمل في أي وقت، الأمر الذي يوجب أن يكون المؤمن مستعدا له بما يؤهله لنصرة الحق. ثانيا، ترسيخ الإخلاص عن طريق القيام بمختلف مقتضيات الانتظار وتنقيته من جميع الشوائب، وجعله خالصا لله عز وجل وبنية التعبد له والسعي لرضاه، وبذلك يكون الانتظار أفضل العبادة. ثالثا، تربية النفس وإعدادها بصورة كاملة لنصرة الإمام المهدي عليه السلام من خلال صدق التمسك بالثقلين، كتاب الله القرآن وأهل بيت النبي صلوات الله عليهم أجمعين، والتخلق بأخلاقهما. رابعا، التحرك والاستعداد للظهور المبارك لمهدي آخر الزمان بدعوة الناس إلى دين الحق وتربية أنصار الإمام والتبشير بثورة الحق الكبرى. من هو المنتظر الحقيقي لمهدي آخر الزمان؟ إن الانتظار الحقيقي يتضمن حركة بناء مستمرة واستعدادا لظهور المنقذ مهما كانت الصعاب والتضحيات، وإن المنتظر الحقيقي هو من يتروض في مدرسة الانتظار ويتربى فيها تربية كاملة تجعله يتحمل أعلى مراتب المسؤولية، وهذه التربية تمكنه من أن يتحلى بكل صفات المؤمن الصادق الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. قال الإمام علي عليه السلام: الآخذ بأمرنا معنا غدا في حظيرة القدس، والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. إذن المنتظر الحقيقي هو دائما على أهبة الاستعداد التام
لامتثال أوامر الإمام عليه السلام حال ظهوره وحال غيبته على حد سواء. فحاله حال من يعيش مع الإمام عليه السلام ويرتبط به ارتباطا وثيقا. عن الإمام علي بن الحسين عليهما السلام: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة بعده. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته المنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى الله تعالى سرا وجهرا. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لفضيل: يا فضيل، اعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخره، ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في معسكره. ولقد تمنى الإمام الصادق عليه السلام أن يكون في خدمة إمام الزمان عندما سألوه عن الإمام المهدي عليه السلام هل ولد أم لا؟ أجاب الإمام الصادق عليه السلام: لا، لم يولد، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. تحملنا المسؤولية في زمن الانتظار. إن تحملنا مسؤولياتنا الشرعية والاجتماعية في زمن الانتظار هو الذي يرضي الإمام عنا إن أتقننا نحن العمل. وإذا أردنا أن نعرف نسبة رضاه عنا فلنفكر في أنفسنا وفي مدى معرفتنا للواجبات التي علينا. إن الإمام المهدي يرانا ويرى أعمالنا، قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يروى عن الإمام الصادق عليه السلام: إن عبادة العابد في زمن الانتظار أفضل من عبادة العابد في زمن الظهور. يقول الراوي: قلت سيدي، هذا عجيب، كيف أن الإنسان المؤمن في زمن الانتظار عبادته أفضل من عبادة العابد في زمن الإمام؟ قال: بلى، لأن هذا الإنسان المنتظر يؤدي عبادته مع الخوف ومع التعذيب، وأحياناً تصل إلى القتل. وأما في زمن الظهور فإن الإنسان يؤدي شعائره آمناً مطمئناً وبكل ارتياح. أحوال المعتقدين بالظهور المبارك للإمام المهدي عليه السلام: إذا تتبعنا الحالة التي يعيشها المسلمون في السنوات العشر الأخيرة نجد بروزاً شديداً لطائفة مهمة من طوائف المسلمين للواجهة، وهم أتباع مذهب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونعني بالضبط أتباع المذهب الاثني عشري. فبالإضافة إلى الظهور الواضح لثقافتهم الدينية وانتشارهم في شتى بقاع الأرض، فإنهم استطاعوا بفضل من الله عز وجل أن يقنعوا الطوائف الأخرى بأنهم رقم مهم في المعادلة الدينية على الأرض. لقد تركت آثارهم على الحالة الفكرية للناس بشكل أنهم أصبحوا يعرفون في كل مكان، وساعد على ذلك التقدم العلمي والتقني وانتشار وسائل الاتصال والفضائيات والإنترنت. وكذلك فإن قضية العراق والحرب التي جرت على أراضيه وجهت أنظار العالم إلى المعتقدات التي يحملها أبناء هذا الشعب، وأكثريتهم من أتباع المذهب الجعفري الاثني عشري.
وجذب الناس من كل أنحاء العالم. أداء الشعب العراقي لشعائره الدينية وخصوصاً الحسينية منها، وكل الناس تعجبوا من الإيمان الراسخ والعقيدة الكاملة لهذا الشعب بسادته وأئمته أئمة الهدى، وشاهدوا وبكل فخر الملايين يسيرون مشياً على الأقدام لعدة أيام كرامة للإمام الحسين عليه السلام. وكذلك فإن الدور الذي قام به شيعة لبنان في طرد الإسرائيليين مهزومين زاد من عقيدة الناس بهذه الطائفة المنصورة. وهكذا الإنجازات العظيمة التي قدمها الشيعة في كل مكان على الأرض. وأيضاً شاهد العالم بكل طوائفه مدى حكمة وأخلاق قادة الشيعة من المراجع حين لم يردوا الأذى الذي تعرضوا له بالمثل، بل عالجوا الأمور بحكمة شديدة وواضحة. وتشير جميع التوقعات إلى أن هذا الزمان هو زمان انتشار المذهب الحق في كل أرجاء العالم. أحوال المحاربين للإمام المهدي عليه السلام. إن المتتبع للأحداث في السنوات العشر الأخيرة يرى بروزاً سلبياً لطائفة تدعي انتماءها للإسلام، ولكن كل أفعالها تشير إلى أنها خارجة عن الدين القويم. وهذه الطائفة نشرت ثقافة العنف والقتل وتفجير دور العبادة ونشر الإرهاب الفكري في كل مكان تتواجد فيه. ومن الغريب أن هذه الطائفة وأتباعها يحاربون فكرة الظهور المبارك لمهدي آخر الزمان، ويزرعون الشك في نفوس المؤمنين فيه بكل الوسائل، ويساعدهم في ذلك امتلاكهم للأموال الطائلة التي يمدهم بها المعادون للإمام المهدي عليه السلام. وقد وصل بهم الأمر في السنوات الأخيرة إلى توحيد صفوفهم مع أعداء الإمام المنقذ حتى من غير الطوائف الإسلامية، وقاموا بإنشاء المؤسسات الفكرية للتخطيط ووضع السبل الكفيلة بالحرب ضد الإمام المهدي عليه السلام وثورته القادمة لنشر العدل على الأرض. ولكن كلما ازداد الظالمون والمضللون ظلماً وفكاً بالمؤمنين بالقضية المهدوية، زاد هؤلاء إيماناً واعتقاداً بقرب الظهور المبارك واستعدوا له. علامات احتمالية للظهور المبارك: فوضى مناخية بسبب الإنسان سببت كوارث بيئية، فوضى اقتصادية سببت انتشار الفقر وسوء استغلال الموارد، فوضى قانونية سببت أخطاء في الأحكام وظلما للإنسان، فوضى سياسية سببت ثورات في كل مكان وعدم استقرار وسيطرة الأحزاب الفاسدة، فوضى فكرية سببت انتشارا للفكر الضال المنحرف، فوضى معيشية سببت حالة من الضياع للشباب والانحراف، فوضى صناعية سببت خللا في المناخ وأفسدت الماء والهواء والتراب، انتشار للأمراض، انتشار للمخدرات والمسكرات، انتشار للظلم والخوف، انتشار للفتن والصراعات، انتشار للخرافات والسحر، انتشار للفقر، انتشار للرذيلة. وبالمقابل تتكون في بقاع مختلفة من الأرض مجموعات مؤمنة تعتقد بالقضية المهدوية وتتجه إلى تربية أجيالها بالثقافة المهدوية الصحيحة. وكلما زادت الفوضى في العالم زاد تمسك هذه الجماعات بالإيمان والتقوى والعمل استعداداً لاستقبال القائد العظيم الإمام المهدي عليه السلام. وأيضاً بدأت تظهر على ساحة الدولة أشكال من التعاون بين الطوائف المختلفة المعتقدة بالظهور المبارك لمهدي آخر الزمان، والكل ينادي: متى يشرق نورك أيها المنتظر؟ كيف نستعد للظهور المبارك؟
إذا بدأت العلامات تتحقق وبشكل واضح، ما هو المطلوب منا أن نعمله للاستعداد للظهور المبارك؟ أولاً، عند ظهور الفتن. عندما تظهر الفتن، فإن التعصب الأعمى سيصيب الكثير من الناس، وتتشابك الأمور بحيث يؤخذ البريء بذنب المسيء، ويحاسب المؤمن حتى على تاريخ آبائه وأجداده، ويسود منطق القوة لا قوة المنطق. وهنا فإن المطلوب منا نحن الموالين لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين أن نستعمل أقصى حالات الحكمة والتأني لمعالجة الأمور ومواجهة أصحاب التعصب والعناد والحقد. وعلينا التالي: أولاً، الالتزام الكامل بتوجيهات وإرشادات مراجع التقليد، أعلى سلطة دينية عندنا، لأنهم أصحاب حكمة وتجربة وعلم، وذلك من خلال استخدام كل وسائل الاتصال الحديثة للتواصل معهم. تشكيل فرق إيمانية، أي مجموعات متميزة يقودها أكثر أهل المجموعة فهماً وعلماً وحكمة وتجربة. تقوم هذه المجموعات في كل منطقة أو قرية أو شارع بإدارة وتنظيم الأمور المرتبطة بخدمة الدين والمؤمنين في كل المجالات، وتتعاون مع كل المجموعات المشابهة المتشكلة في أماكن أخرى. ثالثاً، التأهيل والتدريب والتعليم لكل الأمور التي يحتاجها المجتمع وقت ظهور الفتن، فيما يتعلق بطرق حفظ المواد الغذائية والمياه، والتدريب على التمريض والعلاج، وطرق الدفاع عن النفس، وهكذا بقية الأمور. رابعاً، الإكثار من الأعمال العبادية في المساجد والحسينيات، وإحياء الليل بالعبادة، والاعتكاف في المساجد أحياناً، وقراءة القرآن، والعمل بآياته حسب تفسير أهل البيت عليهم السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع، لندفع الفتن والبلاء عنا. خامساً، دراسة طرق وأساليب الاكتفاء الذاتي، مثل صناعة المواد الغذائية وتنقية المياه وأساليب إيواء المشردين وإقامة المستشفيات الميدانية ومخازن الغذاء والماء والملابس والأدوية، ودراسة أفضل وسائل الدفاع عن النفس، ومنها التمركز في مناطق محددة كخطوط تماس، ودعوة كل من هو خارج هذا الخط إلى التواجد فيه. سادساً، التواصل مع مناطق أخرى أكثر أماناً لنقل النساء والأطفال والمرضى، وللإمداد بكل ما تحتاجه المجموعات، وبشكل ما إيجاد ممرات آمنة ومحمية للتواصل مع المناطق الأخرى.